فوتت البعيدة. طمني، في شي مشاكل بالشركة؟ لا، ليش؟ لأني رحت الأسبوع الماضي، حسيت في شي مو صح. ما في أي مشاكل. مزبوط كلامك. أها، إجيتي؟ أهلا وسهلا، تفضلي تعشي معنا. يلا يا بنتي ارتاحي. ما في داعي تخجلي، بدنا اياكي تحسي حالك ببيتك. انت هلا صرتي وحده من العيله. صحن رح اعرفك، هي تسنيم مرت ابني. مديح بيكون ابني. اهلا وسهلا. اهلا فيك. سوزان خانم وحمدي بيك، ابوها وامها لكنتنا وشركائنا بالشغل. اهلا وسهلا. اكرم بيك زوجي. هي عائلتنا الصغيرة، وهي الصبية الحلوة زهراء. انتو بتعرفوا منيح سبب جايتها على القصر. اتفضلي كلي، مدي ايدك، لا تخجلي. ايه ليكي يا بنتي، ما في حدا غريب هون، ونحن بدنا نحكي معك بصراحة ووضوح، واللي رح نحكي عنه بيضل بيناتنا. ما حدا رح يعرف فيه. كل أمنيتنا إنه ابني ومرته يجيون طفل صغير. ما ضل حل إلا وجربناه معهم، وباللحظة يلي فقدنا فيها الأمل منهم الأطباء اكتشفوا حل ممكن ينقذنا. يمكن أنتي ما تفهمي الموضوع بسهولة، بس صدقيني أنتي ما رح تتأذي أبدا. كل حلمنا بهالحياة إنه يجينا حفيد يحمل اسمنا، وانتي يلي رح تساعدينا بهذا الموضوع. ممكن وحدة تانية تكون بدالك، بس نحن اخترناكي انتي، وهي فرصتك الوحيدة. ما عم افهم شو بدك تحكي. سمعتي باكتشاف الام البديلة؟ لا. ما جبتك لهون لتكوني خدامة، جبناكي لتكوني ام بديلة. إذا بتوافقي طبعاً رح تكوني مبسوطة أنت وأهلك، وإذا ما قبلتي ترجعي عضيعتك فوراً. بس ما فهمت عليكي. يعني بدال ما كنتي تجيبي الولد أنت رح تجيبي؟ لا، هالشي مستحيل. وقفي شوي يا بنتي واهدي. اقعدي. انتي ما رح تعملي علاقة مع ابني بالمرة، وبعدين انا ما بدي تكوني ام الطفل، انا بدي كنتي هي اللي تكون امه الحقيقية. ما في عيب بالموضوع حبيبتي، ارفعي راسك. بتعرفي شو معنات الام البديلة؟ الطب اتطور يا بنتي، الدكتور بس رح ياخد نطفة وبويضة من الاب والام الاساسيين للطفل ويحطوهم برحمك عن طريق عمل جراحي بسيط وصغير كتير، وبهي الطريقة رح تكوني حاضنة للطفل مو أكتر من هيك. فهمتي علي؟ انتي ما رح تتأذي أبدا، رح تجيبي هالولد وبس. يعني ابن ابني وكنتي، مو ابنك انتي. وهذا الولد لإلنا، ورح يحمل اسم عائلتنا الكبير. فهمتي علي ما هيك؟ لا، ما فيني أعمل هيك أبداً، ما بجيب ولد إلا من جوزي. عيب يا بنتي، ما بصير تتصرفي مثل الجاهلين، ما حدا رح يقرب على شرفك أبداً، هاد عمل طبي. لا، أنا بدي أرجع على ضيعتي.
لا تروحي زهراء. وقفي شوي زهراء، بس دقيقة استني زهراء، اسمعيني لو سمحتي زهراء، وقفي شوي زهراء. اتركي يا حبيبتي، روقي شوي، لا تخافي، استني رح تغير رأيها، نحن ما رح نأذيها. زهراء زهراء صادق، حاسة حالي عايشة بالأحلام. شي مرة خطر لك إنه يصير عنا هيك بيت بنص المدينة؟ هاي الشقة ملكنا، عنا كل شي بنحلم فيه، وفوق كل هاد رح يصيروا معارفنا أغنياء ومن الطبقة المخملية بفضل بنتي حبيبتي زهراء. كنت بعرف إنه هي البنت رح ترفعنا بيوم. ما حتسمع شي. شوفي مين على الباب. زهراء؟ شو صاير يا بنتي؟ زهراء احكي شوفي. لا تجلطيني، احكي شوفي. ليك ابي لو سمحت خلينا نروح من هون، بدي ارجع. لا تبكي، قولي شو صار. ابي انت بتعرف شو قالولي؟ قولي بسرعة يا بنت. ليك حاجة تبكي بقى. يلا احكي بسرعة يا بنتي. لا تخافي رح ترجع، أكيد رح ترجع لو شو ما صار، رح تقبل بالعرض تبعنا. أنا بعرف شو عم أعمل، هدول الفلاحين ما بيفكروا بشي قد المصاري. رح تحب هي الحياة كتير وتغير رأيها، بس الفلاح يتعود عن المصاري والراحة ما بيتخلى عنا بسهولة. شو صرفت كل المصاري على الفاضي؟ أنا مو عن عبس عطيتهم شقة غالية. بكرة بتشوفي رح ترجع وتعتذر منا. أنا ما بترك شي للصدفة، كل خططي محسوبة. خيري أفندي. اتصل بأبوها هلأ، بدي أحكي معه ضروري. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.